ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف أمين يقول: الإشاعات ليس بريئة وهناك أمر دبر بالليل. تعالوا نسمع ماذا يقول. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك. الإشاعات والأخبار المغلوطة التي جاءت في هذا الوقت بالذات وهو أمر دبر بليل، كما قلت هذه الإشاعات ليست بريئة، جاءت في هذا الوقت بالذات بالرغم عن يعني بغض النظر عن المصدر، مصدر هذه الإشاعات، ولكن تبقى يعني هدفها التأثير على تنظيم الجزائر لمنافسة الشان. الحديث عن ملف الجزائر يقودنا أيضا للحديث عن الملاعب الجاهزة التي تزخر بها الجزائر في الوقت الحالي. لدينا ملاعب في كل المناطق تقريبا في انتظار باقي الملاعب التي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة المقبلة. هناك أيضا يجب على الجزائر أيضا أن يعني تضع في حسبانها أن هناك من يريد زعزعة استقرار، كما قال مصطفى مازا، الاستقرار، زعزعة الاستقرار على الجانب الرياضي والجانب يعني الجانب الجوانب الأخرى. يعني شاهدنا هذا الأمر في الرياضي.